اسكندريه وبنات اسكندريه وحلاوه وجمال وشطاره بنات اسكندريه، وانا اسكندرانيه اساسا فانا منحازه ليهم. ايه اكتر حاجه بتهم البنت في حفله خطوبتها غير الفستان وان شكلها يطلع احلى حاجه؟ هتلاقي دايما تفكيرنا بيروح على شكل الديكوريشن وشكل المكان اللي هي هتتصور فيه وتعمل ذكرياتها في اليوم ده. وعلى فكره مش شرط خالص ان احنا نبقى بنفكر ان هي تبقى حفله خطوبه، ممكن تبقى حفلات اعياد ميلاد، احتفالات ذكرى مثلا سنويه، حاجه مميزه بالنسبه لنا، مناسبات مختلفه بنبقى عايزين نختلف يعني نحتفل بيها بشكل مختلف. وعشان كده معانا النهارده الطف والذ ايفنت بلانر منورانا فهي واشترتها ايناس منصور. يخليك ايه القمر ده اقسم بالله، انا حاسه ايه القمر ده اقسم بالله. انتوا شايفين طبعا الاستوديو بقى في حته ثانيه، حاسه ان انا في حته ثانيه. انا عايز اقول اول حلقه فيا واشتريتها احنا نغير حاجه في الديكور. اه والله لا بجد حلو قوي الالوان، وحاسه كده الاستوديو بقى في حته مختلفه. وحابين كده بقى نعرف منك يعني قصه الحلاوه دي بدات ازاي؟ اقول الاول ان انا اصلا يعني تخرجي ملوش علاقه بشغلي خالص، الدراسه ملهاش علاقه كده كده بالشغل كده. اه انا خريجه تجاره عادي خالص. حلو جدا. بس انا بحب الديكور، بحب الورد، بحب انسق الوان مع بعض، بحب اطلع حاجه شكلها حلو يعني، لكن بحب اجمل شكله. حلو. بس بدات من هنا بقى ان انا بدات واحده واحده اعمل حاجات في البيت، اصحابي، قرايبي، عيد ميلاد، خطوبه. بداتي بالدائره الاول اللي حواليكي بحيث بقى تجربي يعني توسع الموضوع. طب هطلع حلوه، طب هجرب يعني كده. وواحده واحده الدنيا اتطورت معايا بقت احسن. يعني احنا شايفين هنا ورد وشايفين بلالين وشايفين كلام مكتوب بالنيون وتفاصيل كتير، عايزين نتكلم اكتر عن تفاصيل الحاجات اللي بتعمليها. يعني دي مثلا الورد، دي مثلا دي تنفع تفاصيل مثلا الحاجه او الكوشه او الديزاين، دي مثلا تنفع خطوبه. اوكي انيفرسري حلو قوي. يا جماعه ورونا اللي ورانا، ما تهزروش، ورونا اللي ورانا. باين الورد ده تحفه قوي، تحفه. تنفع في كذا حاجه، وانا اخترت النهارده بقى اللون الاحمر عشان هو اليومين دول مطلوب مني جدا اللون الاحمر عشان الفالنتاين الشهر الجاي. هو بيبقى حلو يعني، انا كنت عاملاه في خطوبتي اول حاجه ده. اوكي. تاني حاجه البنات بقى اللي عايزه بتعمل لخطيبها سربرايز، دي فالنتاين، في اعياد ميلاد، حاجات كتير جايه، حاجات كتيره جدا وبيطلب اللون ده بالتحديد. يعني ده بيكون الانترنس يعني زي الدخول الايفنت نفسه. بقى بيتحط بقى فيها ممكن كلمه نيون، ممكن اسم العروسه او اسم على جنب بقى، جنب كده او كده، وتبقى كوشه بقى بيتحط. اوكي. واو حلو قوي. واللي وراكي دي بقى دي ممكن تنفع حنة، تنفع في الاوضه بتاعت العروسه، تبقى ليها برايت تو بي العروسه بقى اللي حلوه قوي ده. وهي بتحط الميك اب تبقى باينه وراها شكلها حلو. بس بحاول اغير بقى في انا هم كلها ما تبقاش مثلا شكل واحد، لا لازم يكون في فرايتي عشان كلنا. طيب. مش ذوقنا واحد. طيب. دلوقتي خلاص احنا داخلين على الشتاء فموسم الافراح هدا الحمد لله. مش هنعرف نلبس ستين كتير. ما تقوليش الحمد لله. لا في بقى عيد ميلاد، في حاجات تانية. بس بالضبط. ايه اكتر حاجه كانت طالعه ترندي، اكتر حاجه كانت مطلوبه وانت فعلا كنت حاسه ان هي مختلفه او ان هي فعلا هتغير اللوك خالص بتاع شكل دخله العروسه او حتى شكل الاوضه بتاعتها؟ في الاوضه بتاعتها الورد اللي بيكون نازل من البالون، دي جديده يعني احنا نعرف البالونات ده، واحيانا بيبقى في صور ممكن ورد او صور بنكتب بنعمل اسم او شكل لطيف مثلا مسز محمد، مسز مصطفى كده على السرير بالورد. حلو ده. شكلها حلو. بنكتب على الحيطه في ظهر السرير اسم العروسه، برايد ساره، برايد دينا. ميرسي قوي ان شاء الله. بنكتبه على ظهر السرير، دي بقى بتختلف يعني. أوكي. ممكن نكتبه بالخشب، ممكن نكتبه بالورد، ممكن نكتب بالبالون، على حسب. بالنيون نعملها ورد، ممكن بالنيون، بس دي بقى دي بتفرق بقى بتبقى يعني حاجه ثانيه. بتبقى شكلها الطف، بيبقى شكلها الطف، بيبقى شكلها لطيف جدا، بتبقى تحفه، حلو جدا. وفي الصور كمان الصور تبقى كل البنات بقى بتهتم، هي بتبقى عايزه تتصور. بالظبط. احنا عايزين نتصور بجد والله يعني بجد. اهم حاجه غير الفستان والميك اب والشعر وانا الديزاين، شكل ايه ديزاين نفسه، انا هقعد فين. أيوة. شكل المكان اللي انا قاعده فيه، الصور اللي انا هطلعها. واهم حاجه بقى ان انا عارفه ان العروسه في اليوم ده بتبقى متوتره جدا. دي حقيقة. يعني هي بتكلمني، دي حاجه كنت عايز اسالك عليها. لو هي بقى متوتره ومن كتر التوتر بتاعها مش عارفه اختار،
او عارفه زي ما بيقولوا كده انا بخبط وتمام ده حاجه ممكن تساعديها، بس انت حاسه ده مش الطف حاجه انت تقولي لها تعدلي معاها. اكيد بصي انا اول ما بلاقي عروسه متوتره لا بصي ايه دي كده بس هي حاجات بسيطه هنظبط كل حاجه، حاجات بسيطه الديكور ده عاجبك اوكي مفيش مشكله هعمله لك، بس ايه رايك حلو قوي لو عملنا كذا شكله هيبقى احلى وابتدي اوريها بالطريقه. اي ناس انت عندك طولة بال يعني انت يعني في عرايس بتبقى اللي هو لا انا عايزه ده وحش لا انا عايزه ده، انت بقى بتعرفي لازم اعمل كده وتقعدي معاهم لان لازم تبقي مقدره ان هي متوتره. اوكي أكيد. متوتره جدا اكيد اكيد يعني مهما حاولتي تهديها متوتره ومش عارفه ايه الحلو وايه الوحش. طب انا فرحي طب انا هعمل حاجه مره واحده وهتصور مره واحده مش هعمله تاني خلاص. لا ما انا لازم بقى تمام ده عاجبك اوكي تمام لا اوريها بقى حاجات تانية. طب ايه رايك انت اهم حاجه بتخليها تبقى مرتاحه لازم مرتاحه لازم هي لو مش مرتاحه حتى طيب. لو دي حلو مش طيب بالمناسبه السعيده والله ايه مثلا اكتر موقف حصل لك مع عروسه؟ انا بقى عايز اسال كده برضو كنت عايز اسال كده عشان احنا اصحاب قوي. اكتر حاجه حصلت لك مع عروسه انت مش عارفه تنسيها او موقف مثلا اثر فيك؟ دايما الافراح والخطوبات الحاجات دي بيحصل فيها حاجات كتير حلوه ولا سواء حلو او وحش واحد يعني بصي واحد كده وواحد ليا كده وواحد حاجه ما تتنسيش اكتر يعني في كده دايما اكيد موقف ما يتنسيش حصل لك مع عروسه او عريس او مش لازم مع عروسه او عريس هي ايفنت بلانر دي بتعملي إيه حاجه حصلت لك في الإيفنت. يعني في الشغل بتاعك ما عرفتيش ان انت تنسيها؟ بصي لا انا حصلت لي حاجه حلوه بس وحشه ما افتكرش لان انا يعني بجد انا كل مره بعمل فيها ديكور سواء العروسه مامتها باباها اخواتها اول ما بيدخلوا انا الرياكشن بتاعهم بيبقى تحفه. انا شفت هي دي قبل ده خطير هي دي فعلا بتضيع تعبي تماما حلوه قوي صح حلوه قوي فالرياكشن بتاعهم بيبقى حلو قوي. اخر عروسه دي كانت من قريب قوي كنت عامله لها ديكور في الاوضه بتاعها وبرده دي بقى الرياكشن بتاعها كان دي اللي احنا شفناها دي قعدت تتنطط تتنطط من كتر ما هي عجبها التحفه. دي من المواقف اكيد اللي انت بتحسي دي اثرت فيها. انا بحس ان انا مبسوطه ان انا عرفت اعمل لها حاجه في اليوم بتاعها فرحتها. بصي ده اللي احنا بنتكلم فيه ان هي الموضوع بالنسبه لها مش شغل على قد ما هو الشغف. هي بتعمل حاجه بتحبها ومبسوطه من نتائجها كمان لما تشوفي رد فعل اللي قدامك عن الحاجه اللي انت بتعمليها بتحسي ده لوحده انا عملت حاجه حلوه انت عيب. ايوه ايوه بالظبط حلوه قوي. طب اخيرا كده عايزين نعرف ايه خطواتك اللي جايه؟ يعني اكيد كل واحد بيبقى نفسه في احلام وعنده احلام كتيره جدا. ايه بقى مثلا ممكن الناس تعمل الفتره الجايه؟ الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله ما بقاش في اسكندريه بس ده ان شاء الله. ان شاء الله اوكي حلو يعني نوسع بقى محافظات واماكن ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله انا بفكر في ديكور خطوبتي هي عارفه ده اكيد ده لازم بس اوكي يعني انا لازم اعمل حاجه. بصي لازم هنجيب الاسبوع الجاي لازم انا عيد ميلادي يعني بس خلاص عيد ميلادي احنا بجد احنا عرفنا الوقت خلص بسرعه جدا يعني مش عارفه بس استني قبل الوقت احنا عايزين اوفرز لكل متابعين هي واشتريتها اكيد في اوفرز حلوه جدا وفي مفاجآت مع الاوفر جماعه يعني مفيش ديكور هيطلع لوحده هيطلع مع هديه لاي عروسه طبعا هي شطارتها. حبيبتي بشكرك جدا نورتينا بهي واشتريتها نورتينا وقد ايه كنا مبسوطين ان انت معانا ويا رب كل خطواتك الجايه تبقى احسن ما انت تتمني بكتير ان شاء الله. وبجد قد ايه والله انت مميزه ومختلفه والله العظيم بجد يعني بشكرك جدا وان شاء الله من نجاح لنجاح وان شاء الله ما تكونش اخر خطواتك ان شاء الله. واحنا بنحب نجيب البنات الشاطره عشان بجد البنات كمان تتحمس وتعمل زيك وتحس طب انا كمان ممكن اعمل كده طب انا كمان بحب الحاجات دي. ايوه صح خطواتك ممكن تشجعها ان انت كمان كانت دراستك حاجه وانت حاجه ما ده ممكن يشجع لا جدا. انا احب بجد لازم اقول لاي بنت ان بجد ما تشتغليش في حاجه انت مش حباها اشتغلي في اللي انت حباه عشان هتنجحي فيه وهتعرفي تعملي فيه حاجه حلوه. انا بضم صوتي للاناث بشكرك جدا للاسف بقى حلقتنا خلص ميرسي يا دودو ميرسي يا ساره بضم صوتي لصوت اناث وانا معاكي ان انتوا تعملوا الحاجه اللي انتوا حابينها تدوروا على شغفكم مش لازم تكون نفس الدراسه مش لازم تكون حاجه انا فيها بقالي سنين وخلاص اكمل فيها لا زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان لازم تكون في خطوات عشان تعرفي فيها نفسك تعرفي شغفك تعرفي انت حابه ايه مبسوطه في ايه شاطره في ايه لازم. واحنا كمان هنساعدكم على كده. للاسف وقت حلقتنا خلص نشوفكم الحلقه الجايه الاسبوع اللي جاي فهي شطرتها.